الحظوظ والنتيجة، خاصة لما تلعب ضد فريق اللي كان كورياس، كان مقاتل عنده إمكانيات كبيرة ولا خوف على فريق قنيطرة. الفريق قاعد يقدم في مقابلات طيبة، لازم الفريق الكل باش تدعم الفريق نتاعها. وأنا أسألو سي محمد الجاي واللاعبين نتاعنا، كنت خايف برشا من بزاف من المقابلة هذه. من المقابلة شفنا فريق قنيطرة في كيفاش البداية نتاعه، وكيفاش استرجع منذ حلول المدرب، صار الفريق قاعد يقدم في مقابلات كبيرة، وكنت خايف منه وخايف من المقابلة هذه. لكن الحمد لله هذه الكرة ما يكونش بيسيميست. لا توا دخلنا شوية، لازم توقف السلسلة هذه متاع الهزائم حتى التعادل معناها اللي يكون يخدم الفريق. بالنسبة للأولمبيك خريبكة، عندنا مشكلة في هذه الضربة الجزاء، حرنا نقول لكم صراحة حرنا شي سحور هذاك، والله العظيم حرنا. توا شوفوا ضيعنا تقريبا 6 ولا 7 ضربات جزاء، 8 شفت واحدة. لما تشوف في المقابلات، تشوف في المقابلات، أنا من اللي بدا الموسم وأنا كل يوم ندرب في ضربات جزاء. اللي يقهرك هذا سيدي بي عنده شهر ونص يشوت لوطا، اليوم صح لما يشوت لفوق. الرقيوي يشوت لوطا، مرة أخرى صح لما يشوت لفوق. عسكري الماتش الأول سجلها وحطها في القاعة وحطها مزيانة، الماتش الثاني بدأ ما يعطيوكش حتى فرصة في التمرين تشوف باش تصلح في التمرين تصلح. لكن نقول معناها هذه ممكن ولات تقريبا توا ولات مشكلة نفسية، لأنه اللاعب وقت اللي جاء وعليه ضغوطات واحنا قاعدين نضيعوا في ضربات جزاء، نضيعوا في الدواء يتشارش اسيوري باش اقوى كذا في البلاصه. انا يلزمني واحد يكون شويه قلب ثلج بارد، نعم، باش يشوف ضربه جزاء كيما شفتها في التمرين. لكن الحمد لله ان شاء الله فريقنا في وضعيه طيبه. نحبوا الصحفيين والسيبورتير نتاعنا يعذرونا ويساعدونا. رانا قاعدين نحضر في فريق للمستقبل، قاعدين نحضر في فريق، نبني في فريق باش يكون عنده الشخصية، باش يكون قادر باش يفوز في المقابلات على ملعبه. لأنه احنا أكثر نقاط ضيعناهم في ملعبنا، خسرنا زوز وتعادلنا واحد، ضيعنا 8 نقاط في ملعبنا اللي أدينا فيهم مباريات مزيانة. نتمنى التوفيق، نتمنى التوفيق لصاحبي وزميلي، نتمنى له التوفيق هشام باش يكون، لأنه صراحة ما هي مجاملة، أعطى نوعية للفريق منذ الحلول نتاعو. نتمنى التوفيق نتاعنا، حتى احنا حاجتنا رانا براس حربة، نلوج على راس حربة اللي سجل الأهداف. سي عجلاني، عملة نادرة إن شاء الله. سي عجلاني لاحظت ملاحظتين. ملاحظاتك مختلفة. نعم. أول شيء هو أن علاقتك مع الصحافة ماشي هي هذيك، تلاحظ بأنك تجي وقت مزاجيا. لا. ثانيا هذا سؤال. ثانيا لاحظت بأن خريبكة تتكون رابحة، ولكن أحيانا تتراجع، واش هذا عندهم ضعف في المونتال في الذهنية؟ يعني خصك بريباراسيون مونتال، لأن الارتباك التي وقع في لي بينالتي وهذا يعني. اسمعني باش نشوف. احنا فريق نشتغل. وتوا هذا باش نقول لك اسلوب نتاع عمل. احنا نشتغل تيم. وشوف كان انا يبدا عندي مزاج مره نجي ومره ما نجيش، وقت اللي رابح نجي للندوه الصحفيه، وقت اللي خاسر ما نجيش. معايا المدرب المساعد نتاعي سي محمد الجاي، اللي احنا قاعدين وعندنا نفس الفكر ونتكلم بنفس المنطق. سي محمد جاي كان انا نجي في الكونفرنس دو بريس وقت نبدا رابح، وقت اللي خاسر ندس سي محمد، معقوله؟ ماهيش معقوله. وهذاك علاش انا اخترنا هذا عنا من اللي بدا تقريبا الموسم. انا جيت هنا الا وقت اللي قلت باش نستقيل. انا من اللي بدا الموسم احنا رابحين ولا خاسرين، سي محمد جاي مكلف هو
باش يمشي يا كنت تلاحظوا بانك تعطي دي بوين دو بريس للقنوات الاخرين وين هذوما قنوات علاش ما تتقلقش عليهم لا ما نتقلقش عليهم شو السؤال الثاني السؤال السؤال الثاني هو ان خريبكا ملاحظه مع حسين تاكادير ديما رابحين وتتسجلوا ولكن في نهايه المطاف تتخسروا المقابله او تتعدلوا فيها لا ما انا تنقول لك يمكن تخسر يمكن لان الطريقه بتترجع انت لان الجمهور تيقول بان العجلاني هو اللي يتحمل المسؤوليه علاش لان يتحمل المسؤوليه لانه تيرجع تيركن الدفاع وتيبدا يدير يعني تغييرات في الخطط اللي تتكون في الديبان يعني هنا النقطه الثانيه هو في المساله ديال المونتال يعني ان غران جوور بحال سي دي بي لا فهمت التوصيل باش نقول خريبكا واللاعبين نتاعها والاداره نتاعها والاطار الفني دائما بقالوا الهاجس نتاع فريق اللي العام مازلنا كي منعنا السقوط ومنعنا هكا ماناش مصدقين اللاعبين نتاعنا يحبوا يربحوا في المقابلات الكل لما يجي اوتوماتيكمون على طول اول ما يفكر رابح يرجع التالت رابح يرجع التالت ولو انه في كرة القدم لازم تلعب بالوقت وتلعب بالنتيجة لما تكون رابح تزيد تضغط شي بركيو عليك هاو تركز في هجمة مرتدة ومنظمة وانت رابح تلقى تجيك الفرص أكثر وأخطر من اللي تبقى ضغط وإحنا نحب نعاود نقول اللي فريقنا رانا مازلنا عنا العديد من النقائص احنا قاعدين ماشيين بفضل الانسجام والتلاحم تاع اللاعبين عنا اون بون امبيونس في غرفه الملابس في الفستيار في علاقه طيبه بين اللاعبين هذاك اللي مخلتنا ماشي لكن رانا احنا زي ما قال سي هشام رانا حتى احنا محتاجين باش ندعموا الفريق لكن انا ما نحب نتكلم في الاعلام باش نقول لانه نخلي اللاعبين دائما اللي المدرب عنده فيهم ثقه من والله احنا حاجتنا بلاعبين ايش بينا اللاعبين هذو مش رجال لا رجال وعندي فيهم ثقه وقاعدين يأدوا احنا تحب يكون عندنا فريق يكون عندنا قوه شخصيه وتربح في المقابلات الكل لازمك هل ستطعمون الفريق بفد ديما قلت لك الاسئله بتاعك السلام عليكم